في خروج عن المألوف، استخدمت معمارية مصرية قصاصات من الوصفات الطبية والأدوية وأسلاك الكهرباء والمسامير لتحويلها إلى أعمال فنية. المعمارية أمل صلاح تحصل على الإلهام من جميع أنواع المواد غير الاعتيادية وتستخدمها بطريقة جديدة لتحصل في النهاية على لوحات بثوب جديد تلقى إقبالا ملحوظا. من الماتيريالز اللي استخدمتها المسامير، دبابيس الدباسة، الأدوية، نشارات الأدوية، صواميل، أسلاك كهرباء، الكيبورد بتاع الكمبيوتر، بلالين، يعني أي ماتيريال بتقع في إيدي بحاول أستخدمها استخدام غير المعتاد بتاعها يعني. أمل تمتلك استوديو أنشأته في منزلها في القاهرة، حيث بدأت رحلتها بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتمكنت من جذب جمهور كبير في أقل من عام. ابتديت أخش شوية في انتيريورز أماكن، إنه أبقى بعمل انستوليشن أو برسم على الحيطان أو في انتيريور مكان بماتيريالز حسب بقى المكان عامل إزاي. وصفت أمل عملها بأنه إلى حد كبير تعبير عن نفسها وعن عملائها، حيث تجلس أمل معهم ويتم التوافق على المادة والشكل، ومع مرور الوقت نجحت فكرتها وأصبح لديها الآن العديد من العملاء.